جاءت أحاديث كثيرة حقيقة في فضل الذكر، وأنه أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا احفظوه أيها الأحبة، يا إخوتي وأخواتي، اسمعوا هذا الحديث واحفظوه وبلغوه لمن تستطيعون، وخاصة أهليكم وأولادكم ومن تحت ولايتكم. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ألا أنبئكم بخير أعمالكم؟ لاحظوا الفضائل الخمس، بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. الله أكبر. قال ذكر الله. هذا يدل حقيقة على فضل الذكر، وأنه من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، وهذا من رحمة الله بعباده. لما كان الذكر لا يكلف الإنسان شيئا يذكر، ويستطيعه الغني والفقير والكبير والصغير، ويستطيع الإنسان يذكر ربه وهو قائم وقاعد ومضطجع وفي فراش النوم وفي السيارة وفي المسجد وفي كل مكان، جعل الله أجره عظيما، حتى فضله على الصدقة وعلى الجهاد في سبيل الله، وجعله أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وأزكاها عنده.